لو انت لسه ما تعرفش يعني احنا عندنا كورسات بنعلم فيها رسم الكاريكاتير للمبتدئين بطريقة بسيطة جدا موجودة على موقع يوديمي. في الكورسات دي بنبدأ نتعلم الرسم من اول الورقة وهي فاضية، ازاي تبدأ ترسم وانت ما بتعرفش ترسم. يعني الكورس ده مناسب ليك لو انت حابب تتعلم الرسم علشان بس تستمتع بهواية الرسم، لو حتى ما عندكش اي فكرة عن الرسم وعمرك ما رسمت قبل كده. الكورس ده هيساعدك انك تبدأ ترسم، تبدأ تخرج من دور المتفرج اللي بيتفرج دايما على فيديوهات الرسم وينبهر بيها وخلاص، لا انت كمان تقدر ترسم وترسم حلو كمان، وتقدر كمان تطور مستواك. ليه تقدر تطور من مستواك؟ لان احنا بنركز مش بس على خطوط الرسام، احنا بنركز على طريقة التفكير اللي تخليك بعد كده تطور من مستواك وتنطلق في طريقك زي ما انت عاوز. طيب الكورس مناسب للشباب الصغير؟ اه مناسب للشباب الصغير والاطفال كمان، احنا معانا اطفال بتبدأ من 7 سنوات. الكورس مش بمعناه الكورس اللي هو بحضور ومواعيد وكده، لا هو عبارة عن فيديوهات مسجلة مرفوعة على موقع يوديمي. انت بتشترك في الكورس بمعنى ان انت الكورسات بتاعتنا بتضاف على حسابك، بترجع لها في اي وقت وبتفتح الفيديوهات في اي وقت وبتبتدي ان انت تشتغل معاها في اي وقت. وباكد تاني ان انت مش لازم تكون بتعرف ترسم خالص، احنا بس حابين ان انت لو ما عندكش هوايه وعاوز تكتسب هوايه اكيد الهوايه دي هتفرق معاك في شخصيتك، في حاجات هتفرق معاك في حياتك، احنا حابين بقى يكون لنا دور مهم في الحته دي.